هنأ وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبد الرحمن المطيري مرشح دولة الكويت حسين المسلم بمناسبة فوزه برئاسة الاتحاد الدولي للسباحة في الانتخابات التي جرت في العاصمة القطرية الدوحة. هذا وقال المطيري إن فوز مرشح الكويت بهذا المنصب الدولي الرفيع يعد إنجازا لافتا للإدارة الرياضية الكويتية، معربا عن تمنياته الصادقة للمسلم بالنجاح بقيادة هذا الاتحاد الرياضي الكبير، مؤكدا أن هذا الإنجاز المهم يأتي نتيجة الدعم الكبير الذي تحظى به الحركة الرياضية في البلاد لدن سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد. وألقى رئيس المجلس الأولمبي الأسيوي الشيخ أحمد الفهد الصباح كلمة بمناسبة انعقاد الجمعية العمومية أشاد من خلالها برئيس الاتحاد السابق. خوليو الرئيس خوليو رويال هاينس شيخ جوعان بن حمد صاحب السعادة الشيخ جوعان بن حمد، زملاء الكرام، السيدات والسادة، يشرفنا في آسيا عبر قطر اليوم أن نستضيف مؤتمركم العام، هذا الحدث الذي سوف يحقق استمرارية الاتحاد الدولي للسباحة في المستقبل من خلال تغيير القيادة بطريقة سلسة. لقد قمتم بعمل رائع لمساعدة رياضيين، الماء هو حياتنا، والرئيس خوليو على مدى 12 عاما كان رئيسا، ولكن باسم المجلس الأولمبي الآسيوي أود أن أشكرك على الجهود قمت بها لنا ولرياضيين ولسباحين في آسيا، وأتمنى أن نستمر في العمل مع الاتحاد الدولي للسباحة، وآسيا ستكون دائما طرفا مهما. ينبغي أن تكون هدية تكريم من قبل المجلس الأولمبي الآسيوي، لنقدم لكم الرئيس خوليو للحركة الأولمبية الآسيوية. أتمنى أن يصلني في أقرب وقت، وإلا فإننا سنسلمه لك في إحدى فعالياتنا. شكرا لك وشكرا على الجوائز التي وصلتني من الاتحاد الدولي للسباحة.